اليوم نحن كوفد من مركز شرطة بار دبي إلى مركز دبي للتسوق من أجل تكريم هذه الشخصية الفذة الأمينة الأخت مي. هي بعد أن حصلت على مبلغ تقريبا شنطة عبارة عن مبلغ في 200,000 درهم وبعض الجهات، أثناء عملها وجدت هذه الشنطة فقامت بتسليمها إلى مخفر نقطة مركز دبي مول. وفي الحقيقة أحب أشكرها وأحب أثني عليها وعلى إخلاصها وأمانتها في هذا الشيء. When I found the money, hindi po ako nagdalawang isip na ibalik ulit, ibalik yung pera sa nagmamayari. Hindi po akin yun. At alam kong may return si God para sa akin. Maraming salamat po.